اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني وماريان في بلاد الامريكان. في البدايه صباح الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه العام الجديد، يا رب يجعله عام خير وبركه وعام مليان بالصحه وبكل حاجه حلوه تتمنوها يا رب. في البدايه حابب ان انا اشكر جميع الناس، كل اللي علق، كل اللي بعت لي يسال عليا، وكل اللي اتمنى لي الشفاء. بشكركم جميعا من كل قلبي. صدقوني يعني دايما كنت اقولها كلمه، ان اللي يعني اللي ربنا بيحبه ويحبب خلقه فيه، فمحبتكم ويعني وسألكم يعني جاء عندي ولمس قلبي، ربنا يديم محبتكم ويديم عزكم يا رب. دي في البدايه. تاني حاجه، في بدايه السنه الجديده حابب اتواصل معكم بطريقه مختلفه، هحاول اعمل فيديوهات اكتر. اتعلمت من ماريانا هو ان انا اعمل الفيديوهات من العربية. الفيديو النهاردة مش هيكون كبير قوي عليكم، بس مع بداية السنة في تغيرات بسيطة، يعني هي مش تغيرات ممكن ما تحسوش بيها قوي او ممكن ما تشغلش بالكم قوي، بس يعني في بعض الناس ممكن تكون مهمة بالنسبة لهم. التغيرات انا هذكر تغيرين بس، في حاجتين خلي بالكم منهم لما تيجي تروحوا تعملوا شوبينج. هنا في نورثرن فيرجينيا، انا ما اعرفش في كل المناطق او كل الولايات بداوا يعمموا نفس الموضوع ولا لا، بس انا مثلا رحت امبارح محل كوري، وكوريان ستورز معروفه يعني مشهوره جدا سواء هنا في نورثرن فيرجينيا او اكشلي في الولايات الشرقيه، بس انا ما اعرفش الولايات الغربيه اكيد فيها نفس، لانني الكوريان ستورز معروفه ومتعممه تقريبا على كل الولايات. امبارح انا بعمل شوبينج انا وماريان، سالوني لو محتاج شوبينج باجز، الباجز اللي بتحطوا الكاس بلاستيك اللي بتحط فيها الحاجه، قالوا لو هتحتاج هنحاسبك على 5 سنت للكيس. 5 سنت للكيس. للأسف مش هما الوحيدين، للأسف برضو احنا عندنا سوبر ماركت كبير، طبعا بتختلف السوبر ماركت مش في كل الولايات نفس الشيء، احنا عندنا حاجة اسمها جاينت هنا، واحد من السوبر ماركت المشهورة هنا يعني بدأ يعممها 5 سنت على الكيس او يمكن اكتر او اقل ما اعرفش بالظبط، بس هيتشارج روك على الكيس. فاللي نعمله بقى ان احنا نبدأ نستخدم الريوزابل باجز. الريوزابل باجز او اللي هي الباجز اللي هي بتتعيد تستخدمها تاني كذا مرة يعني، فدي يمكن الحل اللي هو ايه، مش المؤقت، هو الحل اللي هيبقى دائم شكله كده. فده يخلي معاك اليوزابل باج في معاك. هو عامة المحلات الالماني عاملينها عامة، ليدل واكشلي الدي عاملين كده، وطبعا كوسكو ما بيعملش باجز وحاجه زي كده، وبرده بي جيز الكلب هاوسز عامه ما بيدوش باجز. الدي بيتشارجروك لو انت عايز البلاستيك باج، ونفس الشيء في ليدل. فدي من ضمن الحاجات اللي هي بدات يعني افكتد في بدايه السنه الجديده. معلش سامحوني صوتي لسه، انا دور البرد لسه شغال معايا، فمعلش يعني لو صوتي مش كويس. دي اول حاجه. تاني حاجه دي على مستوى يونايتد ستيت، دولار ستور او دولار تري، اللي هو دولار تري اللي هو فيه كل حاجه بدولار. للاسف ما بقتش كل حاجه بدولار، كل حاجه دلوقتي بدولار 25 سنت، زاد 25 سنت. بس انا ما اعرفش ان كان بيتشارج على كمان البلاستيك باجز ولا لا، بس هو عامه دلوقتي هم بيدولار 25 سنت من بدايه السنه الجديده. فدي من الحاجتين. طبعا التاثير اللي حاصل، زياده الاسعار، قله الحاجات يعني الشيبنج والحاجات اللي هي انك انت توصل الشيبنج من الصين او من اي ولايات تاني، من اي دول تانية، دي برضو مؤثرة. برضو سمعت موضوع ان امازون هيبدا يتشارج، بس ده مش معلومة مؤكد منها، هبأكد لكم المعلومة دي، ان هيبدا يتشارج حاجة اسمها ستاكن فيه.
استاكن فيه. لو انت مش برايم مثلا، لو انت مش معاك معاهم يعني زي ممبرشيب كده، لو انت مش برايم وحبيت ترجع حاجه هيتشارجوك 10% من ثمن الحاجه كاستاكن فيه. فانا هتاكد من المعلومه دي، بس هو عامه لو انت برايم ما بيدولكش، ما بيعملكش تشارج عليها، بس الله اعلم ممكن يبداوا يتشارج على. طبعا البرايم انت بتعمل الشيبنج فور فري، الله اعلم يعني الايديولوجيا او الفكره بتاعت انك انت شاب اونلاين هتختلف في الفيوتشر ولا ايه النظام يعني. هو طبعا الشيبنج هاندلنج كان موجود في اغلب الاماكن، وفي بعض الاماكن اللي هي على الاونلاين، سواء امازون، كاسكو، كولز، اي الاماكن دي، ده ما بيتشارجوكش اللي هو الشيبنج اند هاندلنج، لاني ده بارت من اللي هو انك انت ايه بيشجعوك انك انت يعني شاب اونلاين يعني. لكن الله اعلم ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه دي. عامه انا هحاول اطلع لكم حتى عشان الوقت، ومش الوقت، هطلع زي مريان كده في العربيه. يعني دي تغييرات حصلت او احنا هنشاهدها في الايام اللي جايه دي في 2022. يعني ربنا ما تفضل يعني، الحمد لله احنا احسن من غيرنا في بعض الدول التانية، بس الاستمرار زيادة الأسعار واستمرار قلة العمالة، وكمان مع زيادة تفشي الفيروس كورونا، وخصوصا أوميكرون اللي هو النوع الجديد بتاعه، المتحور الجديد بتاعه، وسرعة انتشاره، عامل ذعر وعامل، رغم ان هو بيقولك ان هو يعني مش الفكت بتاعته مش جامدة زي مثلا الكورونا الأولانية، وخصوصا أغلب الناس اللي واخدة الفاكسين، بس برضو still يعني هم consider يعني ان هو لسه هم بالنسبة لهم هم برضو حاجة بتعدي، ممكن تموت. فعشان كده برضو الناس في أغلب المحلات عندها شورت في العمالة، عشان بيخلوهم لو في أي حد عنده الكورونا يعني بيقعدوا في البيت ما بيجيش الشغل. فهنشوف الايام اللي جايه هترسى عليا، ربنا يسترها. اتمنى ان ما تبقاش يعني مع بدايه السنه الجديده يا رب ما تبقاش زي وحشه زي مثلا السنين اللي فاتوا في موضوع كورونا، يا رب تبقى احسن، يا رب نخلص من الموضوع، لانه خلاص بقي تقل وبقي حاجه جامده جدا على الناس هنا، والناس مش هنا بس، في العالم كله، واثر بالسلب على اقتصاد كل الدول. ودولة زي أمريكا اللي احنا يعني كنا مش شايفين انها حاجة يعني هتحصل لها تنهار يعني اقتصاديا، لا، بدأت دلوقتي العملية نتأثر بها somehow يعني. عامة معلش مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. مرة تانية اشكركم واشكر محبتكم وعلى سؤالكم عليا، واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، ولو حابين ان انا اعمل حلقات زي كده ان شاء الله هحاول بقدر امكاني. دمتم في صحة وسعادة وامان، ويا رب يحميكم من كل شر ومن كل امراض ومن كل فيروسات، وربنا يحافظ عليكم دايما. ومن هنا اقول لكم سلام. We'll be right back.